مفاتيح منزلي القديم يا أخي. أنا لا أتذكر أن كان هذا المنزل ليس له أهمية. وهذه محفظتي، وهذه بطاقتي. هو نص رشا فلتس لما عرض عليا يعني كان هو برضو الحقيقة متعدد شوية القراءات، يعني ممكن يبقى سيكولوجي، ممكن يبقى وجودي يعني فلسفي. فحاولنا ان احنا يعني ان احنا نحافظ على هذه الرؤية شوية ونعمق التأويلات اللي موجودة، يعني يبقى في برضه اللي بيتفرج يتفرج بياخد تفسير اجتماعي، ممكن تفسير روحي، تفسير سيكولوجي، كل ده وارد في العرض، وده جوهر النص الحقيقة اللي احنا طلعناه على مستوى العرض. وهو لو كان يعني هناك تيمة أساسية أو فكرة أساسية بتلم كل ده، كل التأويلات دي، فهي فكرة البحث عن الذات، عن ذاتنا، عن ذاتك. لأن كلنا بنبقى في حالة من التشتت في الحياة، حالة من الاضطراب، من الارتباك. فده كله ناتج العرض بيقول عن فكرة إنه مداخلك في تشتت أكتر، في داخلك في عدم سلام داخلي، بداخلك في عدم تواصل. فمن عدم التواصل ده بينشأ الارتباك الخارجي بقى ده كله مع الناس وكده. إذا كنت متصالح مع ذاتك، إذا كان في نوع من أنواع الثقة بالذات وعارف أنت ليك هدف في الحياة وعارفه ومتمسك بيه، مش هيبقى فيه هذا التشتت وهذا الاضطراب، لأن الاضطراب بينشأ من يا إما الإحباط يا إما عدم وجود هدف حقيقي. فكان ده التمة الأساسية في عرضي يعني. اعتمد العرض على كان برضو ده من ضمن الحاجات اللي يعمل معاها ممكن نسميه بالانس يعني ما بين النص وبين العرض، ان هو يعمل صورة مرئية مسموعة، لانه برضو النوع ده من الشغل الفلسفي شوية بيبقى جامد لو على المتلقي. فازاي يبقى في صورة، الصورة دي يعني اضاءة، يعني حركة الممثل، يعني ديكور وسينوغرافيا، وتخلي الصورة معقولة للعين، جميلة، تعادل الجانب الفلسفي للحكاية، وفي نفس الوقت مسموع، يبقى فيه برضو حاجة مسموعة وإيقاع مسموع يشيل الجانب الفلسفي أو إيه، يبقى متوازن مع الجانب الفلسفي. وده بقى قعدنا نتدرب عليه كتير مع الممثلين اتدربوا على تدريبات حركية كتير، على صمت يبقى ازاي مفعم بالمعنى. نفس الحكاية برضو ان احنا يعني كنا بنتناقش مع مهندس الديكور في الديكور، نبني ونهد ونفكر ونعمل اشياء جديدة ازاي وهكذا. فكانت الحكاية اشبه بورشة عمل كلنا بنهد ونبني لحد لما طلع هذا العرض يعني. لان انت بس انك انت تتخلص من الضجيج الخارجي والشتات الخارجي والمشاكل الاجتماعيه والمشاكل النفسيه، وتقعد في هدوء تام وتفكر في كمراقب فقط لا غير في ذاتك، هتبص تلاقي الحل طلع من جوه. دي المعجزه الحقيقيه يعني. بالنسبه للديكور والمزيكا، طبعا يعني هي منتقاب يعني مزيكا تحديدا منتقاب عنايه لده، هتلاقي في موسيقى صوفيه وفي موسيقى مرتبكه ومضطربه، ففي تنوع. فالعرض ما بين ايه ممكن نسميه ايه، خارجي وداخلي، يعني خارجي في الكون والاضطرابات والوجود اللي انت جوه، السلام والهدوء، وده المزيكا كده، الممثلين في حركاتهم كده، الرؤيه عموما بشكل عام متوجهه للتيمه دي او الفكره دي. العرض يؤول 100 تاويل، ودي الميزه. وعند استاذ سعيد كمان، هو من الناس المتميزه جدا في المسرح، ما بيعملش مسرح تقليدي، فهو مميز في كل شيء، بيعمل شبه مسرح طقسي، بيوجه المتفرج او الجمهور داخليا اكتر ما خارجيا، لان انا شايفه ان العرض شتات يوجه للاصلاح الداخلي. فعرض متميز ومختلف، واستاذ سعيد ده انا شايفاه من رواد المسرح ده في مصر، لانه هو ما بيعملش مسرح عادي. الدور هي مرأة، المرأة او السيدة هي مرأة داخلها حالات نفسية وشتات داخلي، وبالنسبة للآخرين أو الأشخاص اللي معانا في نفس العرض، هي ممكن تكون حقيقية، ممكن تكون فكرة، ممكن طبعا أنا مش هحرق طبعا العرض ده أكيد، بس اللي هو إيه بكلمكم إن أنتوا ممكن يعني نقول المضمون، بس المشكلة إن هو فعلا بيؤول 100 تأويل يعني، وكل التأويلات صحيحة وكل التأويلات صح بتاعة العرض، وكل الأفكار اللي بتطرح من الجمهور
والمشاهدين بعد العرض حقيقية جدا، واحنا كنا حاطين في اعتبارنا واحنا بنعمل العرض التأويلات دي كلها، وفرحانين ان الافكار دي وصلت، فرحانين ان المعاني دي ظهرت، فرحانين ان لمس ده الناس كويس جدا، من غير مفزلكة مننا، من غير كلام كتير، من غير الدراما المعتادة. فكنت سعيدة جدا بان انا اكون جزء من العمل ده. هو علاقة الاشخاص بالكون، علاقة الأشخاص مع نفسهم، علاقة الأشخاص بفكرهم، بحالات النفسية، بالمجتمع، هو يحتمل 100 معنى و100 تأويل و100 وكلها صحيحة. يعني حضرتك لو اتفرجت ممكن تحمله معنى اجتماعي، هو بيلمس كل واحد مشكلته وبتفسرها التفسير اللي يليق مع تفكيرك وحالتك وثقافتك، لأنه هو برضو يعني معمول او المسرح دوره ان انت بتنور على الحتت. احنا ما بنطرحش حلول اللي عندك، احنا بننور لك على الحتة دي، انت تعامل معاها، تعامل مع مشكلتك، ما تبقاش سلبي، ما تبقاش عمل نفسك مش واخد بالك، هز بروحك داخليا. فعشان كده بقول كل واحد عنده مشكلة معينة داخلية او مع الاخرين، احنا بننور عليها وتعامل زي ما تتعامل، اذا كانت اجتماعية، اذا كانت نفسية، اذا كانت يعني كل الاطروحات صحيحة. العرض بيتكلم عن فكرة التشتت او حالة الشتات اللي بيبقى مفروض بيبقى فيها الانسان في كل اجزاء حياته، يعني من ساعة ما بتولد هو في حالة دايما فكر في صراع داخلي ما بين، كان في نظرية لفرويد اسمها الانا والانا العليا والهو، بيناقشها بشكل موضوعي، وبيناقش برضو فكرة الأنثى في حياة كل حد من الشخصية اللي جوه البني آدم دي، بيناقشها بشكل تجريبي شوية مش بشكل واقعي. فهتلاقي الموضوع كتكنيك تمثيل، حتى احنا خدنا تكنيك تمثيل مختلف، وأستاذ سعيد دربنا على تكنيك تمثيل مختلف، دربنا الأول على أوضاع في التمثيل، بعد كده سرعة أو بطء، خد الموضوع من ورا لقدام كده. الموضوع كان مجهد بس النتيجة كانت كويسة في الآخر لما لمينا كله على بعضه، فابتدى الإحساس هو اللي يجي لوحده. أنا دوري هو الشخص اللي دايما عايز يخرج، عايز دايما حاسس بالذنب تجاه حاجات كتير جدا. لو هنتكلم في فكرة لو هي فرويد، فاللي هو أنا العليا اللي هو الضمير لحد شخص يعني، بس هو الفكرة ان العرض مش واخد السكة دي بس، واخد كذا سكة عروض زي كده. وحتى المخرج بيبقى ليه كذا حاجة، ليه كذا رؤية، ليه بتبقى الحاجات مش خاصة، بيجرد الحاجة، بيخلي الحاجة عموما. فكل واحد بيدخل بيبقى ليه رأي. في حد خد العرض ده ان هو عرض اجتماعي جدا، ان هي ديت مثلا فئات في الشعب، في حد تاني خده في منطقة تانية، في حد قال لأ ده هما دول شخص واحد. فهي دي متعة العرض، ان هو هتلاقي دايما مفيش اتنين جنب بعض في الجمهور واخدين نفس الرأي. في ناس يقولك العرض ده لأ شددني من اول لحظة لاخر لحظة، في ناس يقولك لأ في حتت قعدت افكر فيها كتير. دايما كلنا احنا قاعدين مع نفسنا تلاقي حد بيحاسب والتاني بيطبطب والتاني لا انا عايز اعمل ده. فديت اللي في حالات اللي في كل انسان في الطبيعي. فهنا الحل حتى احنا في الاخر العرض ان لازم يكون في نسبة ما بين ان ده لازم يهدى شوية، ده يهدى شوية، ده يهدى شوية، بحيث ان الدنيا تمشي او العجلة او الترس لازم يدور. عرض اولا عدد الممثلين فيه لا يتجاوز 4 ممثلين، عباره عن 3 ممثلين وممثله، بيتواجدوا من بدايه العرض الى نهايه العرض على خشبه المسرح لمده ساعه وعشر دقائق تقريبا. لا توجد فواصل اضاءه او ستار، او هي العرض يعتبر اللي بيسموه عرض الفصل الواحد، يعني كله بيتاخد مرة واحدة. يعني العرض من نوعية العروض اللي بتعتمد أكتر على إعمال العقل والتفكير والتفسيرات المتعددة، لأن طبيعة الحوار في العرض ده
ما هياش تقليدية، يعني ما فيهاش الحدوتة النمطية اللي نقدر نقول عليها إن في زوج وزوجة وأسرة وأولاد أو حبيب وحبيبة أو هذا الصراع اللي متعودين عليه في الدراما التقليدية. لا، هو الصراع هنا صراع بين ثلاث أشخاص، كل شخص منهم بيمثل حالة معينة وجزء معين من طبيعة النفس البشرية. مش عايز أحدد علشان ما ضيقش الرؤية ويبقى المتفرج بيدخل، كل متفرج يملك حرية التفكير وحرية التفسير والتأويل لما يقدم على خشبة المسرح بدون أي حدود. في يعني جائز أن يفسر تفسير والمتفرج اللي جنبه يفسر تفسير آخر، ولكن العامل المشترك المهم بالنسبة لينا كصناع عمل هو المتعة، لأن أنت حضرتك عارف أن الفن بيعتمد على حاجتين: الإفادة، أن يبقى فيه رسالة من وراء العرض، وأن يبقى فيه متعة ذهنية وبصرية بيتلقاها المتفرج اللي قاعد في الصالة. فأعتقد إلى حد كبير إحنا قدرنا نحقق ده من خلال رؤية في الديكور قدمتها نهاد السيد، ديكور وأزياء، من خلال إضاءة المتميز أبو بكر الشريف المعروف منه من أمهر مصممي الإضاءة في مصر يعني، وعامل حالة من الإضاءة جميلة جدا. في إعداد موسيقي جيد ومختلف، يعني هو من الممكن أن يختلف عليه المتلقي، يعني بعض المشاهدين يلاقوا أن الموسيقى كانت محية جدا ومتماهية مع العرض والحالة اللي موجودة على المسرح، هتشوف انها موسيقى غريبة وغير تقليدية، وخصوصا ان في بعض المؤثرات لأصوات حيوانات وصراخ، فبعض الناس بتتقبل ده وبعض الناس بتحس انه مش مستوعباه. فهو العرض عرض مثير للجدل.